كان عندنا بيت كبير باي كان في الكابينات في حصص، ما كانوش كابينات، كانوا كابينة سبك يقعدوا لها ويقعدوا. فكان عندنا الماء البارس الشبالة، وكان عندنا البيوت باين وجليج وكيلو دارنا كانت مزيان ياسر، كانت حدا المونسيباليتي يقولوا جينت مراقب حدا المونسيباليتي كانت غاديكا. وعسانا شكولة البحر سكولة بيديوك قبل الكياسكا، كانت سكولة تاع الفرنسيس تاع روما، كانت تما الكلاص والفراش والكوافاز والكوميدينو في طاولة كراشي في المطبخ. ما كانش كان بريموس بالبومبوز كان نادير موت كيلو قليل ياسر. في كانوا فرنوات يحطوا فيهم الفحم وتم حديد يحطوا عليه الكسرولة. هذا واحد يقول ديار سوري اللي كان عندنا احنا في دارنا، هذو الاخرين يحطوا كانون حتى في تونس في بجمع حميمي كان يحطوا فحمة كبيرة في الوسط وبالتالي يحطوا فحم صغير يشعلوه ويحطوا كيك، وفي الشبات يحطوا واحدة فحمة كبيرة ويحطوا على الريشة يحطوا على الحميم. לא היו נותנים את זה לתנור של השכונה, התנור של הערבים, את הסיר? היה פרן היה. היה פרן, נעמו פי לחם, נעמו פי חטופי להריש, היה חטופי. יש לחם הייתם עושים לבד? בטח, יעמו פרן, יעמו פרן, חטא פי בישח, פי בישח, מה כסים המצות? יעמו תלת מן תלת נשע, וחדה תעזן, וחדה כי אסור יחילו לפערין בעמידה, תמיד צריכים לפעיל אותה, בשמת חמרס. هذا واحدة تصب الماء، واحدة تعجن، واحدة تاخذ وتعمل في الفرن. كنت تفكر ديما امي كانوا على السطح وهي ومرت خالي ومرت عمي ثلاثة مع بعض مكسولين من الصباح حتى الليل، وحنا شنو في منوطة يلوحونا الفرن كنا صغار. يوسي ماشو بفسخ ميوحاد ام خاصة؟ يو غوتي متاع موتسي. تم كلكف ونيودات ما يعملوا حتى الماتسا ويكلكفوا بالواحد ويعملوا على ماتسوت وماتسوت ومروريم كيف يعملوني كيف كيف؟ أما هات شايلة خبرة. أول يعملوا دراع كامل تاع الكيفس، يعملوا كل دروع يميني يغليوه يحطوا كامل ويحطوا لكل واحد جوج عظمات. كل عبد جوج عظمات. ما ياكلوش منهم كغدوة. والزروع زادة ما يمشوش كغدوة. بعدين يحطوا في الفرن غدوة وياكلوه. حتى المشوي يعملوا في الفرن، يعملوا سنفيت في الفرن.